خلي أقول لك كلام. هل تعلم أنه هم ما يقدرون يأكلون بالمستشفى، والأكل اللي يعطوهم إياه قد يكون ما يصلح أن ينطح في بعض الأحيان لبزونة؟ لا يصلح. نعم، في بعض الأحيان. وحقيقة هذا الكلام، وعرضت أمام أحد الوزراء بسلايدات وبقى متعجب، قال لهم هذا أكلكم؟ قالوا له نعم. حاولوا بعض الزملاء من المسؤولين على وزارة الصحة أن يحسنون الكلام. 7000 دينار المخصص للطبيب المقيم اللي يشتغل 24 ساعة كغذاء، 7000 دينار اللي هي اللفة الوحدة ب 7000 دينار. وهمين قالوا لهم ما يخالف يا أبا، هاي 7000 دينار تقدم، إن ترى أقل من هذا المبلغ، انطونا 7000 وإحنا نحير بأكلنا زين. وما صارت الموافقة.